بالتأكيد التحديات كبيرة، لكن هذه التحديات ممكن إن كانت هناك رجال على مستوى عالي من المسؤولية تستطيع أن تحول هذه التحديات إلى إنجازات، وأمثلة كثيرة. أنا أتكلم يعني ما أريد أضرب أروح في عرض الأشياء الخارج أو الأحلام أو غيرها أو خارج الواقع، لا صدقني الواقع لو نظر السيد الكاظمي أو مستشاري الاقتصاديين ووزير المالية إلى الحلول القريبة من عندهم لوجدوها حلول كافية لإخراج الأزمة المالية الحالية. إحنا عندنا أزمتين بالمناسبة، عندنا أزمة مالية اللي هي رواتب الموظفين وعالجوها بالاستقطاعات واللي يعالجونها بالقرض، وعندنا أزمة اللي هي الأساس هي الأزمة الاقتصادية. حد هذه اللحظة كل حكومة تجي تنعى الحكومة القبلة، كل ما يجي حيدر العبادي قال أنا استلمت حكومة من حكومة المالكي ميزانية خاوية ما بها ولا فلس ووضع اقتصادي، اجى العبادي قال أنا عادل عبد المهدي نفس الحالة، اجى الكاظمي هم نفس القول، كأنه هذا القول مأثور على لسان أو ما أدري الظاهر مكتوب قدامهم برئاسة الوزراء وبس يقرونه قدام الإعلام ما أعرف، لأن ليش جايب رئيس وزراء؟ ليش جايب مجلس وزراء؟ ليش جايبهم؟ جايبهم حتى تعطيهم رواتب ليعالجون مشاكل، والبلد اذا ما يحتاج رئاسة وزراء عليه من لعد؟ طيب هو اكيد اكو مشاكل اقتصاديه، اكو موازنات، اكو انخفاض باسعار النفط، وين حلولك البديله؟ دائما المفروض الاقتصاد عنده خطه الف باء جيم، يعني ما نجحت الف يروح على باء على جيم. نعم.